الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. الحمد لله الذي لم يزل عليا، ولم يزل في علاه سميا، جعل الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وجعل النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. يا رب، نظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا، وقطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده ومصطفاه قولا بهيا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ من تلك العظام النحل، آجالها محتومة، أرزاقها مكسومة، من غير أن تسألي. أمن علينا يا ربنا بتوبة تمحو ما كان منا في الزمان الأول. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستاذ الإنسانية الأكبر، وقائد المسلمين الأعظم، وصاحب الرسالة العصماء، صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد. فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأنقى ذمة من محمد. وما طلعت شمس النهار ولا غربت على امرئ نقي تقي كالنبي محمد. وما لاحت الجوزاء مشرقا ومغربا بأطيب من طيب النبي محمد. صلوا على الهادي البشير محمد، تحظوا من الرحمن بالغفران، فالله قد صلى عليه مصرحا في محكم الآيات في القرآن. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء الأكارم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله على كل حال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء الأكارم، يحضرنا ذكرى طيبة وذكرى أخرى طيبة. أما الذكرى الأولى فهي عيد تحرير سيناء، وأما الذكرى الثانية فهو موسم حصاد القمح. أما عن الذكرى الأولى، نسأل الله تبارك وتعالى دوماً وأبداً أن يجعل مصر عامرة بالأمن والأمان، وأن يرد كيد المعتدين، وأن يرد كيد المعتدين في نحورهم، وأن يجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم، من أراد بالمسلمين شيئاً وبمصرنا خاصة شيئاً سيئاً، فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين.
واجعل مصر واحة للأمن والأمان، وارزقنا الطمأنينة والاستقرار، وامنن علينا بالرخاء والأمان يا رب العالمين، واكشف عنا البلاء والغلاء يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وفي هذا الحديث النصر والتحرير والشهداء ومجاهدة الأبطال لنا باع طويل وكلام طويل في مثل هذه المناسبات. أما عن الذكرى الثانية التي تحضرنا ومعاصرنا فإنما هي تنجلي سريعا وتمر بسرعة، موسم ينقضي، فمن الواجب علينا وحسبة لله أن نبين هذه الأحكام ونذكر بها، مع أن المعظم يعرفها، ولكن من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما الواجب علينا نحو هذا الموسم أو نحو هذه الذكرى، موسم حصاد القمح؟ سواء كان عندي أرض أو زرع أو لم يكن عندي، فمن المطلوب مني أو مما ينبغي علي أن أكون ملم بهذه الشعائر الدينية وبهذه الأحكام الفقهية التي تتعلق بزكاة الزروع والثمار. الإنسان يثاب على هذه المعلومة، يثاب على المعرفة حتى لو لم يكن عنده أرض ولا زرع. وأيضا أعلم حتى أنبه من لا يعلم، أسمع وأقرأ وأعرف حتى أنبه جاري، صديقي المقرب إلي، من هو بجواري الذي يزرع ويحصد، أقول له اعلم أنه في مالك كذا وكذا. وللعلم أننا في كل موسم نذكر بهذا، ولا نكل ولا نمل أبدا عن التذكير بمثل هذه الأمور، فإنما هو من الواجبات ليس من المستحبات. هناك زكوات متعددة، زكاة الذهب والفضة، زكاة المواشي، زكاة الزروع والثمار، زكاة عروض التجارة، وبينا معظم هذه الأحكام في رمضان. أما الآن ونحن نعاصر هذا الموسم، موسم حصاد القمح، قليل جدا من يخرج هذه الزكاة. إخراج الزكاة أصبح نباتا غريبا في بلاد المسلمين، وهذا واقع الجميع يلمسه. قليل جدا من يخرج الزكاة، قليل جدا من يعرف حق الله، قليل جدا من يلتزم بأحكام الله. الواجب علينا التبليغ، والواجب عليك إذا عرفت أن تبلغ، أن تبلغ من هو بجانبك ومن هو قريب إليك. عدم إخراج الناس للزكاة يعرضنا لانتقام الله تبارك وتعالى. الله خولنا في هذه النعم وأعطانا هذه النعم وهذه الأموال، ونحن نمنع حق الله، يبتلينا الله بما لا نتخيل، بالأوبئة والأمراض. أيها الإخوة الأعزاء الأكارم، هيا بنا إلى كلام الله سبحانه وتعالى ماذا يقول، ثم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. تأمل في الآيات، أنفقوا فعل أمر، واجب عليك السمع والطاعة، واجب عليك الالتزام والسماع لأوامر الله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، ينادي على المؤمنين خاصة، لا يقول يا أيها الناس، لأن الذي يخرج الزكاة هو المؤمن. إنها حمل ثقيل وشيء كبير جدا على النفس، لا يخرجها إلا من عمق إيمانه وكان إيمانه قوي كالجبال. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، إنما هو من فضل الله عليك، إنما هو من رزق الله لك، إنما هو من عطاء الله لك، ليس بجهدك، ليس بشطارتك، ليس باجتهادك، إنما الفضل الأول يرجع لله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، مما أعطيناكم أعطي، أخرج، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شفاعة، من قبل أن يأتي يوم القيامة لا عطاء هناك، لا صلاة هناك، لا زكاة هناك، ليس هناك عمل صالح. اليوم يوم حساب، ثواب أو عقاب، إنما دنيانا هذه مزرعة،
نخرج فيها ونعمل فيها ونطيع فيها الله سبحانه وتعالى. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة والكافرون هم الظالمون. هذا موضع. الموضع الثاني يقول فيه مولانا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من أجود ما كسبتم، أنفقوا مما أعطيناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا نص صريح في إخراج زكاة الزروع والثمار. ومما أخرجنا لكم من الأرض أعط حق الله، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تبحث عن أرازله، لا تبحث عن الرضيء وتخرجه، لا تبحث عن الخبيث وتخرجه، وإذا أعطيت إياه لن تأخذه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني عنكم وعن صدقاتكم. أنت محتاج، الفقير ليس محتاج لصدقاتك، وربنا ليس محتاج لصدقاتنا، إنما الذي يخرجها هو المحتاج للثواب قبل الفقير وقبل الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله غني حميد. هذا موضع ثاني. موضع ثالث يقول مولانا تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. الله هو الذي أنشأ البساتين، وهو الذي أخرج الثمار، وهو الذي أخرج الحبوب والبقول، هو الذي أنبت كل شيء، وأنبتنا كما ينبت النبات. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان. من الصانع؟ إنه الله. مشتبها متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر، كلوا وأنفقوا على أهليكم وتاجروا، ولكن وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. يوم تحصد، يوم تخرج، مش تتقاعس وتكسل وبعدها بأسبوع وبعدها بشهر أو بعدها بسنة أو ما تخرجهاش خالص وبتقول أولادي أولى وأنا محتاج وأنا صرفت كتير وشوية. الله قال قولا فلا بد أن تلتزم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك مقدارا فلا بد أن تخرجه، وانتظر البركة من الله سبحانه وتعالى. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. هذه مواضع ثلاثة، والمواضع كثيرة جدا في القرآن الكريم: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وغير ذلك. هيا بنا إلى كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، هو يقول حديث في العموم سواء في زكاة المواشي أو التجارة أو الزرع أو غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته يا ويله، يا ويله في القبر، يا ويله عند المبعث، يا ويله في أرض المحشر، يا ويله على الصراط، يا ويله في النار. من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أكرعا. وقال بعض العلماء إن هذا في القبر يخرج الله تبارك وتعالى له ثعبان له قوة 99 تنينا لا شعر على رأسه بسبب كثرة سمه وطول عمره، له زبيبتان أي نكتتان سوداوان فوق رأسه يأخذه بلهزمتيه أي بشتقيه، ويقول له: أنا مالك أنا كنزك. يطوقه في القبر ويكسر عظامه في بعضها ويقول له: أنا مالك أنا كنزك. فالإنسان العاقل يستغل ماله فيما ينفعه في الدنيا والآخرة. أعطاني الله هذا المال أنجو من العذاب بإخراج القدر المطلوب مني. من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أكرعا، له زبيبتان فوق رأسه ثم يأخذه بلهزمتيه أي بشتقيه ويطوقه ويقول له: أنا مالك أنا كنزك، أنا مالك أنا كنزك. ثم بعدما قال النبي هذا الحديث قرأ قوله تعالى: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. هذا ملك الله، وستموت وستترك ما أعطاك الله إياه،
فأخرج حق الله سبحانه وتعالى. هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر يقول فيه رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم الزكاة إلا منعهم الله المطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. بسبب أننا منعنا الزكاة قادر على أن يجعل الله أرض جدباء قحط لا زرع بها ولا غيره، قادر على أن يحبس المطر عنا، ولولا البهائم، علشان خاطر البهائم يرسل الله سبحانه وتعالى المياه. وفي حديث آخر: وما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين وبالقحط وبالأوبئة وبالأمراض والفواحش التي لم تكن في أسلافهم. وفعلا جاءت أمراض وجاءت ذبابات وآفات للزروع لم تكونوا تعهدوها من قبل، وجاءت أمراض في البشر لم نكن نعهدها من قبل. هيا بنا نلتزم بكلام الله سبحانه وتعالى وبكلام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ما زلنا نكرره مرارا وتكرارا: الزكاة لا تقل عن الصلاة ولا تقل عن الصيام ولا تقل عن الشهادتين، بل هي ركن من أركان الإسلام. أخرج زكاة مالك يبارك الله لك في أهلك وفي أولادك وفي أموالك، ويخلفه الله تبارك وتعالى عليك صدقة، إذ يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تعلي شأنك وتزكيك من دنس الشح والبخل، وتطهرك وتجعلك إنسان نقي نقي طيب طاهر. قال بعض العلماء: إن المال الذي لم تخرج زكاته إنما هو مال نجس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يبارك الله لك، ووضعك تحت كلمة يطهرهم ويزكيهم ألف خط، يعود عليك بالبركة في المال والأهل والولد والصحة وراحة البال، وتجد الأمور ميسرة وصلاح في الحال وهداية. إنما البيوت التي لم تخرج الزكاة والصدقات والأشياء الواجبة عليها تجدها كلها ضنك وكلها نكد وكلها نغص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صلاح البال والحال، اللهم آمين يا رب العالمين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إن اتقينا الله وأخرجنا ما وجب علينا لفتح الله علينا من أبواب الرزق ما لا نعلم. يقول العارف بالله أبو كلابة: كنت أسير وسمعت صوتا في السماء ينادي على السحابة ويقول: أيتها السحابة صبي ماءك في حديقة فلان. رجل من الصالحين، رجل عارف بالله، يقول: كنت أسير ورأيت سحابة في السماء وسمعت صوتا ينادي: أيتها السحابة صبي ماءك في حديقة فلان. يقول: فتتبعت السحابة لأرى أين تصب ماءها، فوجدتها تصب ماءها في الحقل الذي أمرت بانصباب الماء فيه بالاسم: صب ماءك في حديقة فلان. نزلت في حديقة فلان، فبحثت عن صاحب الحديقة أسأله: ماذا تفعل لكي يسخر الله لك السماء لتروي أرضك خصيصا من بين سائر الحقول؟ قال: كلما أنبتت بإذن ربها أقسمها ثلاثا، أقسم النتاج أو الحصاد ثلاثا: قسم لأهلي وأولادي آكل فيه، وقسم أتصدق به على الفقراء والمساكين، وقسم أزرع فيه مرة أخرى. قال: من أجل هذا سخر الله لك السحاب لتروي أرضك. هذا شاهد أو هذا مثال، لا تستبعد هذا على الله. ممكن أن يعطيك الله خيرا من ذلك، إن اتقيت الله وأخرجت حق الله تجد عطاء مختلفا، ليس بشرط أن يسخر الله لك السحاب لتروي أرضك، تجد البركة في أمور أخرى، تجد انشراح في الصدر، تجد راحة بال. خلعت من عن رقبتك طوق نار ستطوق به يوم القيامة. نسأل الله أن يهدينا، أن يهدينا سبل الرشاد، وأن يجعلنا من المتصدقين، اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائبون الذنب كمن لا ذنب له، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين.
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المختار رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأعزاء الأكارم، هناك بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة الزروع والثمار، بعدما تكلمت ترغيبا وترهيبا عن إخراجها، هناك بعض الأحكام لا يسع للمؤمن جهله، لا بد أن يكون المؤمن على دراية بها. أما السؤال الأول فهو يقول: ما هي الأصناف التي تخرج منها زكاة الزروع والثمار؟ هل كل ما أخرجت الأرض أخرج منه الزكاة؟ هناك قولين العلماء في هذا. القول الأول قال: الأصناف التي تخرج منها زكاة الزروع والثمار هو كل ما يكتات ويدخر، هو ما هو قوت للآدمي زي الرز والقمح والشعير والذرة، هي دي الأصناف. ومن الثمار العنب والتمر، هي دي الأصناف التي تخرج منها زكاة الزروع والثمار. أما القول الثاني وهو الإمام أبو حنيفة، قال: كل ما أنبتت الأرض فيه زكاة، لو زرع خضار، زرع عصب، زرع أي شيء، كل ما أنبتت الأرض فيه زكاة. واستدل بقول الله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، فقال فالآية على عمومها: أي شيء تنبته الأرض تطلع منه لله مباشرة، أي شيء. ولكن الرأي الراجح وقول جمهور العلماء الذي هو قوت للآدمي هو الذي يخرج منه، وبقية الزروع تخرج زكاة عروض تجارة، لزرع قصب، لزارع مشاتل، أي أشياء أخرى، الخضروات بتبيع وتيجي آخر السنة تشوف معاك المبلغ اللي احنا قلنا عليه، وصلت النصاب اللي هو 250 ألف جنيه بتطلع ربع العشر، يعني بتطلع زكاة عروض تجارة. إنما الأشياء اللي فيها زكاة زروع وثمار هي الأصناف التي ذكرته: الرز والغلة والذرة والشعير والعنب والتمر. طيب السؤال الثاني يقول: ما هو النصاب المقدار الذي إذا وصلت إليه أخرج الزكاة؟ إن أرض جابت قد إيه أطلع زكاة؟ النصاب قال فيه صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أقل من خمس أوسق مفيش صدقة. إيه الخمس أوسق دول؟ يساوي أربع أرانب وكلتين. في الغلة 600 كيلو غلة تطلع زكاة، أقل من كده ما تطلعش. في الرز 500 كيلو رز تطلع، أقل من كده ما تطلعش. أظن الأمر واضح. يبقى النصاب في القمح الآن أرضك إن جابت 600 كيلو هتطلع زكاة، أقل من كده مش هتطلع. طيب السؤال الثالث: إيه المقدار الذي أخرجه؟ ما المطلوب؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيما سكت السماء العشر، وفيما روت أو سكت الآلات والناطح الماكينات فيها نصف العشر. وإحنا هنا في البلدة بنروي بالماكينة والآلات، فهنطلع نصف العشر، يعني 600 كيلو عليهم 30 كيلو، يعني الطن عليه 50 كيلو، يعني الاثنين طن عليهم 100 كيلو، قدر بسيط وتبقى أديت الفريضة، أديت المطلوب منك. يا تبحث عن الفقراء وتوصل لهم هذه الأشياء، يتودي في أي لجنة من اللجان اللي كنا ذكرناها، قلنا في كذا لجنة وكذا هيئة في البلد بتجمع هذه الزكوات. ده المقدار. طيب هل أخصم النفقات قبل أن أخرج الزكاة؟ ورد إلي هذا السؤال أكثر من 3-4 مرات في الأيام الأخيرة دي. هل أخصم النفقات؟ ربنا رزقني بطن أغلى، أشوف أنا صرفت قد إيه وأخصمه؟ لا، لا يجوز، لأن الشرع راعى هذه المسألة. قال لك: اللي تروى بالسماء من غير تعب طلع العشر، اتروى بتعب ومصاريف هتطلع نصف العشر. الشرع راعى المسألة، تروح أنت تخصم تاني؟ لا يجوز خصم النفقات، الحرص والتقليب اللي هو العزيق والري والتسميد، لا يخصم هذا. أنت اللي ربنا رزقك بيه بتطلع عليه نصف العشر مباشرة، لا تخصم النفقات. طيب السؤال اللي بعد كده: الأرض التي تزرع بالنصف، أنا مأجر فدان من واحد بزرعه بالنصف زي ما هو معروف في قريتنا، بتدي له نص الزرع وبتاخد نص الزرع، هو بيزكي عن النص بتاعه وانت تزكي عن النص بتاعه، المسألة واضحة خالص. أما الأرض التي تزرع بالإيجار، مأجر فدان بديله الإيجار وبزرع عن الأرض، خدت المحصول كله، أنا المسؤول عن زكاة المحصول كله، بس أخصم الإيجار، يجوز أن أخصم قيمة الإيجارة، إنما النفقات لا. أشوف أنا اديته 10,000 20,000 إيجارة، أخصمه من المحصول اللي عندي وزكي على الباقي.
الأمر واضح. حكم إخراج قيمة الزروع، الزروع أو الثمار، علي مثلا إيش كارد غلة زكي، وأنا بعت الغلة كلها، ينفع أطلع قيمة هذه الشكارة أو قيمة هذا المقدار من الزكاة؟ الأصل أن تخرج الزرع زرع، احنا قلنا بنقول زكاة زروع، طلع من الغلة، طلع من الرز، طلع من الذرة، ما ينفعش تبيع وتطلع القيمة، يبقى لا يجوز إخراج زكاة الزروع والثمار أموال، طلع من اللي ربنا بعته. طب ما الفقير هيبيعه ما يبيعه؟ هناك رأي آخر، الإمام أبو حنيفة قال يجوز إخراج القيمة، إن بعت المحصول شوف كان عليك زكاة قد إيه، كان عليك 50 كيلو، كان عليك 100 كيلو، طلع قيمته. ده رأي الإمام أبو حنيفة، ودي يعني فائدة الاختلاف، في سعة وفي رحمة. يبقى الأصل إنك تطلع الحبوب، بعت الحبوب طلع إيه قيمته. مصرف هذه الزكوات للفقراء والمساكين، جزاء من لم يخرج، من لم يخرج هذا عسير، حسابه عسير من لم يخرج هذه الأشياء. وقلنا في الخطبة الأولى من لم يخرج الزكاة ينتظر العذاب والعقاب في الدنيا قبل الآخرة. تنبهوا لمثل هذه الأمور جيدا، وأخرجوا حق الله سبحانه وتعالى ولا تتقاعسوا في إخراجها. آخر سؤال، حكم من له أكثر من قطعة أرض، عنده 4 قرارات هنا وست قرارات هنا وقراطين هنا، وقال أنا لو جبت كل أرض لوحدها، نتاج كل أرض لوحدها مش هتطلع النصاب، ده دي جابت 400 كيلو ودي جابت 500 كيلو ودي جابت 300 كيلو، أقول لك لابد أن تجمع هذا على بعضه، لأن دي ملكك ودي ملكك ودي ملكك، عندك نص فدان هنا وربع فدان هنا، تجمع كله على بعضه وتشوفه قد إيه وتخرج حق الله. وأظن أنه قدر يسير جدا، على الطن 50 كيلو وتبقى قضيت الواجب. فكان هذا واجب علي أن أبين هذه الأمور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع على عباده المخلصين. اللهم اهدنا لطاعتك يا رب العالمين، اللهم اهدنا لطاعتك يا رب العالمين، واجعل قلوبنا مطواعة لشريعتك يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم خذ بأيدينا إليك، أقصى الكرام عليك، هب لنا يا مولانا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، اللهم نور لنا قبورنا ووسع لنا قبورنا، اللهم اكشف عنا العذاب إلا إنا مؤمنون، اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء يا رب العالمين، اللهم أخرجنا من هذه الدنيا غير مفتونين ولا فاتنين، اللهم آمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.